لا، اذا بجد عايزين نتكلم بجد، انا عايزه نعد سوا ايه الحاجات اللي تخلي الراجل يبقى جميل في عين الست. يعني انا اقدر اقول لك رصه حاجات متهيألي الستات كلها بتجمع عليها، بغض النظر ان الستات كلها بتقول حنين كريم، اول اتنين على طول طب بيتقالوا. انا عايز اسالك والله دينا فعلا، حطي لي روشته الراجل اللي بيعجب الست. جدا. دي لا، هي روشته معروفه، بس يعني فكرني كمان. هي دايما الست تقول الراجل يبقى حنين، يبقى كريم، يرد غيبتي، لانه الستات بتفرق معاها قوي الحكايه يعني دي. ايه يرد غيبتها يعني؟ يرد غيبتها يعني يبقى مخلص ليها في غيابها، دي بالنسبه للستات حاجه وافي مهمه يعني؟ جدا. يعني دي دي صعبة نقطه جدا على بتفرق. فكرة. يتكلم عنها كويس على الاقل من انت وراها. بتطلبي المستحيلة دي ما شفت بقى، عشان يعني. كده كريم تالت سهلة، نقطه وقعت اهو في كريم تالت نقطه. سهلة، كريم سهله، ايه تاني؟ حنين، سهلة جدا، بس انت قلت اسهل انها حاجة. سهله بره البيت، ما احنا عايزين ندخلها لا لا، جوه. الحنية دي اسهل حاجة عندنا. طيب ماشي الحال، انه يكون بيحب ولاده، دي من معايير الجاذبيه، يعني انه الراجل اللي بيحب ولاده وبيحب مراته جذاب جدا، يعني اعتقد كده. عايزه احيي بقى الرجاله المصريين، وخلاص كنا بنهزر، انتوا بالنسبه لنا او في عينينا اجمل رجال العرب يا جماعه. انتوا اجمل باخلاصكم وجدعنتكم وكل حاجة. نطلع جمال فاصل. جمال.